رغم إننا قدرنا نعرف الديناصورات وطيور الرعب على الأرض والميجالادون والموساسور في البحر والعقاب هاست وأرجنتيفيز وقبلهم التيروسورات في الجو، إلى إن في عدد كبير جدا من الحيوانات المنقرضة الغير معروفة والنادرة. في الفيديو ده بقى هنعرف عدد منهم. أكيد طبعا كلنا عارفين البومة، وأكيد طبعا كلنا برضو عارفين شكلها الجميل. بالمناسبة البومة فعلا طائر جميل جدا، لكن ده في عصرنا بس. قبل 126 ألف سنة كانت موجودة البومة الكوبية العملاقة أورني ميجالونيكس. البومة دي بقى وصل ارتفاعها لأكتر من متر مع وزن تقريبا 9 كيلوغرام. كانت بتمتلك أرجل طويلة وجناحات صغيرة إلى حد ما، وده بيعني إنها احتمال كبير ما كانتش بتطير، أو ممكن كانت بتطير على مسافات وارتفاعات صغيرة جدا، بس مع ذلك كانت رشيقة على الأرض واستخدمت تقريبا نفس أسلوب طيور الرعب في الصيد، ولكن كان غذائها قايم بشكل أساسي على القوارض الكبيرة. بس البومة دي بقى حاجة بسيطة قدام أكبر سلاحف المياه العذبة على الإطلاق، وهي ستوبنديميز جيوغرافيكوس. دي أكبر سلحفة معروفة حتى الآن، عاشت بين 13 و5 مليون سنة في شمال أمريكا الجنوبية. لك أن تتخيل أن طول قوقعتها لوحدها بس عدى 3 متر، والطول الإجمالي 4 متر تقريبا. في الحقيقة كان طبيعي تكون السلحفة دي بالشكل الضخم ده، نظرا طبعا أن المفترسين ليها من التماسيح كان زي بيروسور. والمميز فيها عن أي سلحفة تانية إن على حواف قوقعة الذكور من السلاحف دي بيتواجد عليها قرون، اللي غالباً الغرض منها كان للتزاوج. لو سألتك إيه أطول تعبان معروف على الإطلاق لحد النهاردة، أكيد هتقول التيتانوبوا، وده صحيح. التيتانوبوا أطول تعبان بطول بين 12 ل 15 متر. بس تعرف إن قبل التيتانوبوا ما يبقى متصدر من 2009 كان في تعبان تاني متصدر كأكبر تعبان معروف لأكتر من 100 سنة. التعبان ده عاش في أواخر العصر الأيوسين، وزنه كان بيوصل تقريباً ل 500 كيلوغرام، وتواجد في بلاد زي مصر والجزائر والصحراء الجنوبية وحتى باكستان. وده بقى يبقى تعبان جايجانتوفيس، كان موجود من 45 ل 40 مليون سنة، وطوله تقريباً كان بين 9 ل 11 متر، وغذائه كان قايم على الحيوانات تقريباً زي الموراثيريوم. وعلى الرغم إننا مش بنمتلك معلومات كتير عنها، إلا إن التعبان الضخم زي جايجانتوفيس أو التيتانوبوا بيدينا فكرة عن التنوع الكبير للحياة ما قبل التاريخ على الأرض. زي ما كان موجود طائر الفيل العملاق في مدغشقر والدودو في موريشيوس، كمان على جزيرة كاليدونيا الجديدة من 5000 سنة كان بيتواجد طائر سيلفيورنس، وده نوع من الطيور هو الوحيد المعروف من نوعه. الطائر العملاق ده ما كانش بيطير، وصل وزنه بين 30 ل 50 كيلوغرام، وارتفاع تقريبا عدى المتر بشكل مريح، ونظام غذائه كان قايم على النباتات والحشرات. في بداية اكتشافه كان بيعتقد انه مرتبط بطائر الشبنم او الكسواري، لكن فيما بعد يتضح أنه قريب من العيلة اللي بتضم الديك الرومي والدجاج والسمان. وعلى ذكر طائر الدودو بقى، فطائر سيلفيورنس انقرض بعد وصول البشر، لكن ده ما يمنعش أن كمان التغيرات البيئية على الجزيرة هي سبب انقراض واحد من الطيور العملاقة دي. لو كنت في العصر البلستوسيني فطبيعي جدا أنك كنت هتشوف في أوروبا وأسيا دب الكهوف وأسد الكهوف وضبع الكهوف كمان، وصل ارتفاعهم لحد الكتف متر، ووزن 220 كيلوغرام، وطول تقريباً 1.5 متر. الضبع ده بيتصنف إنه نوع فرعي من الضبع المعاصر، يعني ما اختلفش كتير من حيث الشكل الخارجي وأساليب التغذية، ولكن ضبع الكهوف كان بيمتلك رجل خلفية أطول وقوتها العضلية أكتر من الضبع المعاصر، وده لأنه تقريباً كان بيسحب فارسته للكهوف، وفارسته كانت في الغالب وحيد القرن الصوفي والخيول البرازيلوسكية والبايسون. بس على رغم الشكل الخارجي وأساليب التغذية وصلة القرابة بينه وبين الضبع المعاصر، إلا أن مش معروف أن الضبع دي كانت بتصيد بشكل جماعي أو حتى منفرد. وقبل 11 ألف سنة الحيوانات دي كانت من الحيوانات اللي تأثرت بالتغيرات المناخية. بلاتيبلودون من الثدييات العاشبة اللي عاشت قبل 15 ل 3 مليون سنة، وللعلم هو بيرتبط بالأفيال المعاصرة. شكله الغريب هي أكتر حاجة بتميزه، وخاصة الأنياب المسطحة والعريضة، لدرجة أنه كان بيتم الاعتقاد بأنه استخدمها لجرف الغطاء النباتي، ولكن على الأرجح أنه استخدمها في إزالة لحاء الأشجار والنباتات المائية، لأن الفيل ده تقريباً عاش في المناطق المائية المنخفضة أو المستنقعات في أفريقيا وأوراسيا. وعلى الرغم من أنه طوله ممكن يوصل لـ3 متر، إلى أن ارتفاعه معداش الـ2 متر. في 2019 تم اكتشاف في كينيا واحد من أكبر الثدييات اللحمة اللي مشيت على الأرض قبل 23 مليون سنة. الحيوان ده اسمه سيمبا كوبوا كاتوكا أفريكا، وعلى الرغم من أن الاسم معناه باللغة السواحلية أسد كبير من أفريقيا، إلى أنه في الحقيقة ما كانش قط كبير، ولكن كان نوع من مجموعة منقرضة بتشبه أسنان الضبع معروفة باسم الهاينودونات. العملاق ده كان ممكن حجمه يعدي الدب القطبي، وزنه كان لا يقل عن 1500 كيلوغرام، وارتفاع لحد الكتف 130 سنتيمتر، وطول يعدي 3.5 متر مستريح، وتقريبا كده كان متسيد المناطق اللي كان بيعيش فيها زي أوراسيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أفريقيا والعالم العربي.